تنمية الصعيد ملف في منتهى الأهمية، بقالنا سنين كتيرة وأهالينا في الصعيد بيقولوا إحنا فين من التنمية، فين من التطوير، ليه الدولة غايبة عننا، ليه إحنا مش موجودين على الخريطة. طبعا الموضوع ده الحمد لله في اختلاف جذري في هذا الملف من ساعة لما الدولة قالت لازم يكون في عدالة في توزيع التنمية، وعلى العكس كمان تبقى المقدمة للصعيد علشان يعني نتعامل ونحاول إن إحنا نلحق اللي طبعا أهملناه لسنين طويلة. النهاردة بالأرقام ده مهم برضو عشان نعرف المشروعات وإيه الرقم اللي مخصص لمحافظات الصعيد. سيادة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية استعرض تطورات الموقف التنفيذي لبرنامج تنمية الصعيد، هو موجود دلوقتي في أبو ظبي في المنتدى المقام تحت عنوان الخطوات الرائدة نحو دمج المناطق ذات الأولوية والمتأخرة تنمويا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مؤتمر أو ندوة بتناقش مشروعات برامج البنك الدولي في دول إفريقيا والشرق الأوسط، ازاي كمان يتم تعميم الممارسات اللي حققت يعني شغل ايجابي على الارض. فكانت فرصه للوزير بخصوص بقى يتكلم على المناطق اللي عندنا اللي كانت محتاجه فعلا وكانت مهمله ومحتاجه استثمارات ومحتاجه شغل، فالوزير لقاها فرصه واتكلم عن الصعيد والشغل اللي بيحصل فيه. قال الوزير ان الحكومه المصريه قامت بضخ استثمارات في البرنامج في المرحله الاولى لدعم مخططات الصعيد على مشروعات بتقدر باكثر من 7 مليار تحديدا بالظبط 7 مليار 300 مليون جنيه من قرض البنك الدولي. ده في الاستثمارات الحكوميه خلال الفتره من يونيو 2019 ولغايه يونيو 2020. واتكلم بقى عن معدلات تنفيذ المشروعات واهم المشروعات اللي بتحصل. خلينا نسال عن ده بالتفصيل، ايه طبيعه المشروعات اللي شغاله في الصعيد حاليا، ايه الموقف التنفيذي ليها. معانا على تليفون دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه، برحب بحضرتك معانا يا دكتور خالد. اهلا وسهلا لبنى هاني، متاثر على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. اهلا وسهلا بسيادتك. واهالينا في محافظات الصعيد ليهم حق على الدوله، اتاخرنا كتير فبنحاول ان احنا نلحق بقى. فقول لي حضرتك الوزير النهارده اتكلم على المشروعات، على نصيب محافظات الصعيد من اولويات التنميه والمشروعات اللي شغالين فيها، ممكن تشرح لنا بالتفصيل اكتر طبيعه المشروعات والمبالغ المقدره وعملنا منها ايه وباقي تنفيذ ايه يا فندم؟ خليني اقول لحضرتك ان احنا نفذنا على ارض محافظتي سوهاج وقنا في صعيد مصر حتى نهايه ديسمبر اللي فات 2019 1891 مشروع تم تمويلهم في المحافظتين. تمام. ايه طبيعه المشروعات يا فندم اللي بتخدم البنيه التحتيه الاساسيه للمحافظتين؟ خليني اقول لحضرتك الاول معلش، هو ليه المحافظتين دول الاول؟ هما المحافظتين دول يا فندم، اولا المشروع ده تم توقيعه 2016، تم بدايه العمل الفعلي فيه 2018 وبشراكه استراتيجيه بيننا وبين وزاره التخطيط مع المحافظتين. ليه تم اختيار المحافظتين دول؟ لان هما كانوا من اكبر محافظتين اكثر احتياجا لخدمات البنية التحتية، مياه الشرب والصرف الصحي، خدمات التعليمية، الخدمات الصحية، الخدمات البنية التحتية الخاصة بإقامة مناطق صناعية فيهم. وعايز أبشر حضرتك إن هم النسخة الأولى، لكن إحنا طلبنا من البنك الدولي معالي الوزير اللواء محمود شعراوي من 10 أيام طلب من البنك الدولي إن إحنا نمتد في التجربة ونوسع نطاق العمل. إحنا النهاردة في برنامج تدريبي بشراكة استراتيجية مع البنك الدولي بتغطي سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا. ليه كمان زيادة حجم حاجة اسمها التخطيط التشاركي، يعني تنفيذ الاحتياجات الحقيقية اللي بيحتاجها المجتمع هناك بشراكة أهل المجتمع اللي موجودين من خلال أسلوب علمي خاص باللامركزية، وهو إشراك المجتمع المدني هناك والقيادات الطبيعية وتكوين مجالس استشارية على مستوى هذه المحافظات علشان يتم تنفيذ المشروعات الأكثر احتياجا لهذه المحافظات. فاتنفذ ايه يا فندم؟ طرحنا 27 مشروع في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي ورصد الطرق المحلية، وغطينا ترع وطورنا مناطق أثرية هناك ووحدات بيطرية ومستشفيات بتاع على مستوى سوهاج. وفي قنا طرحنا 21 مشروع في مجالات المياه ومياه الشرب والصرف الصحي كمان يا فندم. بالاضافه الى ذلك انهينا مجموعه كبيره من المشروعات زي ما اسلفت لحضرتك،
غطينا فرقة أولاد نصير أمام مجمع المدارس في قرية أولاد نصير في سوهاج، بطريقه العوامر، بيت داوود، بجرجة، واللي ده بيربط ما بين قرى جرجة بالمنطقة الصناعية ومطار سوهاج. بالإضافة إلى ذلك يا فندم، حسنا مناخ الأعمال والتنافسية هناك، وده إزاي يتم على الأرض. حدثنا وعملنا ترفيق لست مناطق صناعية بحوالي 2.1 مليار جنيه بتتنفذ على 4 سنوات في المحافظتين. بالإضافة إلى ذلك يا فندم، اعتمدنا إطلاق مبادرات للتكتلات الاقتصادية، اللي برنامج النهاردة التدريبي النهاردة اليوم الثاني ليها، وده علشان ننشئ ما يسمى بمجمعات الأساس بغرب طهطا، مجمع الحرف البيئية واليدوية بين آدا. لا ده دكتور خالد، أنا إن شاء الله يعني حضرتك تشرفنا تبقى موجود معنا في الاستوديو، علشان الملف ده عايزين نتكلم فيه أكتر يعني بالتفاصيل بالمشروعات، ده شيء ايجابي وعايزين نلقي الضوء عليه بشكل اكبر. لكن يعني لو نقطه اخيره دكتور خالد عشان نبقى عارفين معاك في الصوره برضو، هي احنا عندنا برنامج زمني او المشروعات دي مخطط ليها نفضل مركزين في الصعيد لغايه يعني وقت قد ايه؟ احنا البرنامج ده ينتهي 2022، لكن خليني اقول لحضرتك هننتقل الى بقيه محافظات الصعيد. بالاضافه الى ذلك يا فندم، المحافظات الحدوديه عظيم. ودي محافظات اولى بالرعايه كمان علشان الخدمات اللي فيها. انا يهمنا يا دكتور خالد، معلش اسمح لي بس فعلا علشان يبقى في فقره ونتكلم فيها، نتكلم على وزاره التنميه المحليه، مشاريعها، خطتها، بتوزع المشاريع على اي اساس، بتكلمي على المحافظات الحدوديه، بنتكلم على محافظات الصعيد، ايه اللي محتاجه كل محافظه، ايه الاولويات. فان شاء الله خلينا ده ملف مهم نطرحه للنقاش ويبقى عندنا وقت اطول. لكن طبعا بشكرك شكرا جزيلا على المداخلة وجودك معنا والحديث بقية دكتور خالد، شكرا جزيلا لحضرتك.